عموما مشاهدينا أخبارنا ما زالت مستمرة، وخلينا ناخذكم لهذا الخبر. خطفت طفلتان سعوديتان الأنظار بإتقانهما للغة الروسية والاستفادة من هذه اللغة بمبادرة رائعة منهم بتعريف السياح بأهمية المواقع السياحية في المملكة العربية السعودية. حتى نتعرف على هذه الشخصيتين الأكثر من رائع، كني رحب بضيوفنا في الاستديو مع ميس وميساء المرشد، متحدثتان باللغة الروسية. من ميس؟ أنا ميس. ميس وميساء، أهلا وسهلا فيكم، نورتونا. بنورك. يعطيكم العافية. خلينا في البداية نعرف إيش سبب اهتمامكم باللغة الروسية. ميس، بداية تعرفنا على اللغة الروسية، واللي حببنا باللغة الروسية أنها لغة جديدة علينا وعلى المجتمع اللي حولنا. كما أن يعني يوم كنا بروسيا كان يعني كنا مضطرين نتعلم اللغة الروسية عشان نتعامل مع الشعب الروسي، لأنهم كانوا شعب متمسكين بلغتهم، يعني ما يتعلمون أو ما يعرفون لغات غير اللغة الروسية، وهذا الشيء اللي صراحة حببنا فيها. ميس، سمعيني كذا كلمتين بالروسي، ودي أسمع. بريفيت فسي من يا زبوت ميس من يبنات بياتنت ليت يا السودس كبرابي. أوكي، نحتاج سبتايتل. الترجمة. عرفت عن نفسي، مرحبا اسمي ميس، عمري 15 سنة، من السعودية. يعني ميس ما شاء الله يعني اللغة الروسية جدا صعبة، أكيد واجهتك أشياء صعبة فيها لما كنت تتعلمينها، إيش الأشياء اللي واجهتيها؟ أكيد لابد من الصعوبات في تعلم اللغة، يعني واجهنا صعوبات في بداية التعرف على اللغة، بداية ممارسة اللغة، تعرف على الكلمات والأحرف. أيضا واجهنا صعوبة في فترة الكورونا أو فترة الدراسة عن بعد، لأنه توقفنا عن الاختلاط مع الأصدقاء، مع الناس، توقف يعني خفت الدراسة شوي، يعني هذه الصعوبات. أبغى أسألك ميساء، يعني أتوقع صعوباتك أكثر لأنه ميس كان عندها عمر ووقت أطول منك، صحيح أنها تتعلمي فيها اللغة الروسية، لكن قررتوا أنكم تستفيدوا من هذه اللغة وتعرفوا السياح عندنا بمعالمنا وبالأشياء الجميلة اللي موجودة عندنا. كلمينا عن هذه التجربة، كيف قدرت توظفي تعليمك للغة الروسية في طبعا استقبال السياح وغيره؟ يعني أنا هي لغة جديدة علينا، جديدة على المجتمع، وأنا حبيت أني أتعلمها عشان يعني كسياح أن نبهرهم أن إحنا كبنات عرب بهذا العمر ننتقن اللغة الروسية ونبهرهم باللغة. حلو. ما شاء الله عليكم ميس وميساء. ودي أسألكم أيضا، أكيد في مشاركات أو مواقف يعني حصلتوها من السياح، فكرينا موقف. صارت صراحة مواقف كثيرة، خصوصا في موسم الرياض قابلنا كثير من السياح الروس، زي اللي يعني سمعناهم يتكلمون روسي زي كذا، زي اللي لفتوا انتباهنا وحاورناهم بالروسي، كانوا صراحة منبهرين مننا، يعني شلون إحنا بنات سعوديات في هذا المكان نتكلم الروسي معهم بهذه الطلاقة. أبغى أسمع منك ميساء، إيش في مواقف أشياء كذا تحكي لنا عنها؟ كان في أماكن عامة كان نسمع السياح الموجودين هنا يتكلمون اللغة الروسية، وإحنا هم داروا عنا إن إحنا كبنات في هذا العمر يعني نتقن اللغة الروسية ونتكلم زي لغتهم. طب أبغاك تحكي لي أكثر، مثلاً إيش هي المواقف أو الأماكن اللي كنت تشوفي فيها مثلاً السياح الروسيين، وإيش كنت تقولي لهم، كيف كنت تعرفيهم عن المملكة؟ هذا الأماكن عامة مثل المولات، موسم الرياض. كانوا هم يتكلمون باللغة الروسية، وأنا يعني وكانوا مصعوبين إنه يتكلمون مع الناس اللي موجودين، وإحنا ندي يعني كأننا نعلمهم كيف إنه يتكلمون ونبهرهم عن موسم. وقلتي لهم عن عاداتنا وتقاليدنا وأكلاتنا اللذيذة وهذه الأشياء. وإيش قالوا، وإيش كان رأيهم؟ كانوا مبهرين بأن يعني كذا السعودية، وإن مبهرين أشياءهم حلوة. حلو. يعني ما شاء الله أنتوا أتقنتوا اللغة الروسية في عمر جدا صغير، أكيد عندكم خطط وأهداف مستقبلية، إيش خططكم؟ صراحة في المستقبل إلى الآن ناويين نطور اللغة الروسية أكثر، نتمسك فيها أكثر، وأكيد الشيء الأهم نركز بدراستنا ونتفوق فيها ونحقق إن شاء الله كثير من الإنجازات إن شاء الله. ميساء، نفسها يعني نتفوق دراستنا ونأسس اللغة الروسية أكثر وأكثر، نتقن كلمات جديدة ونصير باللغة الروسية يعني جيدة. ودك يعني تتعلمين لغة أخرى غير الروسية؟ إلى الآن لا.
بس الروسية. مستمتعين ومتشربين اللغة الروسية. طيب أبغى أسألكم سؤال ثاني، يعني الحين بنعرف من وزارة السياحة وحتى هيئة السياحة كذلك بتستقطب كثير من شبابنا ومن بناتنا، حتى في تصاريح أو ترخيص اللي هو المرشد السياحي، هل بتفكروا أنكم تنضموا لهذه المجموعة كمرشدين سياحيين معتمدين من الدولة؟ إن شاء الله نتمنى، يعني صراحة يعني إذا صارت يعني هذا شيء فخر لنا إذا وصلنا لهذه المرحلة. أكيد أكيد بإذن الله، وحقيقي يعني إحنا كثير مبسوطين بتواجدكم اليوم معنا، نتمنى لكم كل التوفيق، وفعلا زي ما كنتوا بتقولوا قبل شوي أنه كيف كانوا السياح الروسيين مبهورين بكم، إحنا كمان مبهورين بكم ونشكر تواجدكم اليوم معنا. يعطيك العافية. شكرا. في كذا طريقة تختيمة معينة تحبوا تختموا فيها؟ نقدر نودعهم بالروسي؟ طبعا يلا أكيد، هذه الكاميرا، فين الكاميرا؟ هذه هي الكاميرا، تقدر تودعيهم بالروسي. سباسيبا بالشوي دزفيدانيا. الله. طيب إذا مشاهدينا انتهت جولتنا الإخبارية، بنطلع فاصل.